غادي يلحنها لسعيد الامام باش نغنيها في المهرجان. فداز واحد الوقت لقينا مع حسن الخدمي، رجع القصيده، رجع لي قال لي ودي انا ما نقدرش نلحن هاد الاشكال، انا موالف تلحن بارد وسخون يا هوا، تلحن اغاني مكتوبه بواحد الشكل مغربي محض، ما يعني هذه اغنيه فيها مونبارناس، فيها كلمات اجنبيه، فيها كذا. فاحترمنا الراي ديالو وخديناها، خداها السي البتولي وداها عطاها لعبد الله الدكالي، كيف قراها عبد الله الدكالي قال له هذا هو اللون اللي تنقلب عليه الان. مونبارناس سال دم احمر، دم احمر وكات طيور الفجر، طيور الفجر في مونبارناس سال دم احمر، دم احمر وكات طيور الفجر، طيور الفجر وذنب خويا يا بويا يا بويا انه عربي عربي ولونه اصفر. أنا جيت في وقت صعب، صعب على مستوى الرقابة، صعب على مستوى السلطة اللي كتسير الإذاعة، وصعب على مستوى الأسماء اللي كانت تشكل كتابة الأغنية في المغرب. كان فصح الله المغاري، كان الأستاذ عايل الحداني، كان الأستاذ حسن المفتي، كان عبد الرحمن العالمي، عبد الرافع الجوهري، هذو كلهم كانوا في القمة. فبات تجي أنت ودير بلاصتك معاهم، من الصعب، من الصعب انك تجي وتدخل وتولي انت شاعر غنائي معاهم وداك الشيء. فكانت كان الصراع على بزاف ديال الواجهات، يعني باش تفرض راسك وتدخل كان مشكله. تعرضت لواحد الهجوم شنيع من طرف احدى الجرائد الصفراء، واعتقدت بان الاستاذ الملحن سعيد الامام لانه يشتغل في جريده الصحراء انه هو من كتب ذلك المقال. فمشات هي لجريده الصحراء وتلاقات مع الاستاذ سعيد الامام وقالت لي حشومه عليك كتبت عليا، واكد لها سعيد قال لها ودي انا راه بعيد، انا راه كنشتغل في هذه الجريده وبعيد على هذيك الجريده الاخرى اللي كتبت عليك. كان ديك الساعه واحد الحدث يعني على الجهاز الامني في ديك الفتره وداك الشيء، واحد الموضوع كيعرفوه المغاربه جميعا. وباش يثبت لها حسن النيه ديالو قال لها اما نكتب لك رد اما نلحن لك اغنيه. فعز ملك قالت لي لا، واصرت انه يلحن لها اغنيه. فكان الباتولي حاضر معهم، جا حضر مع سعيد ومع عزيزه. فديك الساعه كيحكيوا لي الزملاء يعني بعد ما خرجت عز ملك دون الاستاذ الباتولي هاد اغنيه مهموني حصيد، وكانت اغنيه غايه في الجمال. لأنه مسرحي، ولأنه إعلامي، ولأنه شاعر، فاستطاع أن يقولب وأن يصب كل هذه الحالات وهذه الحساسيات وكل هذه العناصر في إطار أغنية جديدة شكلا ومضمونا يرتقي بها إلى درجة القضية. الحب بالنسبة إلي لا يصبح فقط هو علاقة رجل وامرأة، ولكن يصبح قضية. كان يا مكان هناك قضية،
تدخل فيها السلطة، يدخل فيها المال، ويدخل فيها التاريخ، تاريخ المغرب القديم، ويدخل فيها التسلط، يدخل فيها الاستبداد، وبالتالي هو أغنية تدين مرحلة من تاريخنا، تدين نموذجا لرجل السلطة في زمن من الأزمان. فولذلك هذا ما يبرر شعار المغرب الجديد، وهو المفهوم الجديد للسلطة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. جد الله لا تخافي يا بلادي، لا تخافي يا بلادي، رانتي محروسة حارسك عين العالي وحضينك ضمان، ألفاظه مختلفة عن ما كنا نسمعه من ألفاظ تستعمل في الغناء، لأن كثير ديال الشعراء كانوا يكتبون الشعر، والشعر ماشي بالضرورة يلائم الأغنية، هو يكتب الأغنية على غرار فتح الله المغاري، يكتبه مباشرة للأغنية. أنا قلت لك الأغنية تحتاج إلى العمق، الاختزال، وتغلف بالبساطة، وهذه أصعب ما كاين. هذا على المستوى الفني قليل في ظهوره، وأنا أؤيد هذه الفكرة. إنسان ما لما تيركز ويختزل ويعطي عمل، يمكن مازال كان يا ما كان كل شيء تيهضر على السي محمد البتولي مع الموسيقار الكبير عبد الوهاب الدكالي. على المستوى الإنساني عنده واحد الخصلة عجيبة. أنا كذا مرة تنكتب أغنية نكتبها بنفسي أو يكتبها لي شاعر آخر، تهز التليفون وتعاود تعيط تقول لي الكتابة رائعة، ماشي لازم يكون هو اللي كتب باش يقول لك هذا شيء جميل. وهذا شيء قلما نجده في كثير من الشعراء. هذه قصيدة سميتها مجنون زينة، هي قصيدة جات من بعد كان يا مكان، كتتكلم على الثأر وقبائل الثأر اللي مشهورة الآن في الشرق العربي، بقى الآن دول وقبائل كتصارع بالثأر وكيقتلوا ببعضياتهم وداك الشيء. هذه جوج العاشقين، واحد من قبيله والاخر من قبيله، كيهربوا لانه ما قدروش يعيشوا وسط كل القبائل ديال الثار، وكان لحن سعيد الامام وبقى ما خرجاتش، ولكن بقى كاينه ملحنه. والعود باس
العساس شطاط من حالها عطاها تشرب وبصوت العين. المراحل اللي قطعها السي محمد الباتولي في الكتابة ديالو يعني كي يكتب من واقع المعاش، ولكن بواحد التصور منفرد جدا. أنا تعاملت معه في مجموعة من الأغاني، وربما لما كناخذ النص ديال السي محمد الباتولي باش نحلله في أسلوب الكتابة ديالو، في بعض الأحيان كنشوف هذا الإنسان يعني كي يدخل في شي كتابة اللي يصعب على إنسان آخر يفهمها، بمعنى بواحد الفلسفة وبواحد الدقة فلسفية وبواحد الحنكة وبواحد التصور قل نظيره. يرسم بالاخضر سهرت معايا ردوا ورايا سهرت معايا ردوا ورايا. الله الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. توالت الايام وبقينا على اتصال، وبدينا يعني عندنا واحد الهم مشترك، هم فني مشترك. فالمحمد الباتولي فين ما تيدير شي قصيده ربما، وهذا واقع وحقيقه، اول واحد تيقراها عليه هو عبد الربان. يعني تنتناقشوا وتنتناقشوا في الافكار ديالو وتنتبادلوا الافكار، لان انا حتى انا كنت كنهتم بالكتابه الزجليه وكنهتم بالاغنيه وهو سبقني. ف بدا واحد التعاون بيناتنا، واحد التلاقح، وليت بدا كيشجعني باش نلحن، لانه كتبان ليه البوادر ديال سعيد الامام الملحن. بدا كيشجعني باش ندخل لعالم الالحان وداك الشيء. ففعلا حسن المفتي الله يرحمه كان هو أول شاعر اللي أعطاني أغنية غنيتها في المهرجان ديال الأغنية المغربية، هي اللي هي أغنية اللي كانت نالت واحد الاستحسان. وحسن المفتي يعني كشاعر كبير كان ديك الساعة يعني كشاعر رقم واحد أو لا رقم جوج في المغرب أو ثلاثة، كان من ضمن الشعراء الأكبر. إلى حيدنا الطيب العلج وحيدنا علي الحداني وفتح الله المغاركي، يبقى يعني حسن المفتي من المعالم اللي كاينه الوقت اللي. وتا هو كان يعني من ضمن الناس اللي كنجلسوا جميع وكنتكلموا على الاغاني، وعندنا هم واحد. فالباتولي غادي يشجعني باش نبدا اللحن. بدات البوادير ديال الملحن حتى غادي تجي القصه ديال ما يهموني حساد. احترم في مواقفه، احترم في انه ما كيعطيش الكلام ديالو لاي واحد. انا كنت نجلس السي محمد الباتولي وكيطلب منه الكلمات تيقول واخا، وكيتملص بطرق ذكيه مؤدبه حفاظا على الوجه ديالو وعلى المستوى ديالو. السي محمد الباتولي عنده هاجس ديال الوطن، كيكتب على الوطن، تيكتب على الالتصاق الشعب بالعرش، اخلاصه للملك ديالو، للارض ديالو، التربه ديالو.
سي محمد الباتولي رجل وطني غيور كبير، فنان عميق جدا، فنان أصيل مغربي حقيقي. سي محمد الباتولي صادق في العطاء ديالو، صادق في إنسانيته، صادق في أخلاقه. أطلس سماه، سماه عالي، أطلس سماه عالي، حابس عليك الرحلة عاتي، وحاضنك بأمان. محمد الباتولي الشعر ديالو كيمتاز بواحد العمق، فيه معاني ممكن انك ما تفهمهاش من الاول ملي كتسمع الاغنيه، ممكن انك لا تعمقتي في الكلمات وفي السياق ديال القصيده، ممكن انك تفهم اشياء اخرى غير المصرح به. هنا كان ما يميز الشعر بصفه عامه واللي كيعطيه ديك الجماليه هو الصوره الشعريه اللي كيوظفها الشاعر باش يوصل هذيك الفكره، وهذا هو كي قلت لك ما يعني كيضيف واحد الجماليه كبيره للقصيده. الحمد لله احنا تربينا كجيل شاب، بدايتنا كانت او تعلمنا من الاغاني المغربيه الاغنيه المغربيه العصريه ديال الجيل اللي سبقنا، وهذا الشيء كان بالنسبه لنا يعني واحد القاعده انطلقنا منها وفهمنا وعرفنا كيفاش هاد الناس كانوا كيخدموا، وتا هما وراونا من خلال الاعمال ديالهم، واكيد سي محمد الباتولي منهم، وراونا من خلال هذيك الاعمال ديالهم انهم تا هما يعني تسقاو من واحد المعين ديال الشعراء قبل منهم، اللي صراحه هذا كيتمثل انه الحمد لله باقي الامال، وكاين باقي المشعل كيتسلموا جيل عبر جيل. وعلى باب كل مدينة فيك يا بلادي مدفون وادي زاوية وصلاح ونمار، ورجال الله تغير وتبات بذكرة لادي، والحضرة قايمة كان يا مكان كتبت من بعد حكايه خربوشه، وكتبت مجنون زينه، كانت هذه الثلاثيه اللي كنت بديتها على اساس انه هي الارهاصات الاوليه للاغنيه الاحتفاليه، اللي كنت انا واحد من الموقعين على البيان الاول ديال الاحتفاليه، انه السي عبد الكريم برشيد ثوريا جبران رحمه الله عليها، الطيب الصديقي، وعبد الوهاب عيدوا بها. كان صدر البيان الاول ديال المسرح الاحتفالي، بدا عندي التفكير ديال الارهاصات الاوليه للاغنيه الاحتفاليه، لان الاحتفاليه هو واحد المجموعه اللي فيها التشكيل، فيها هذا، كانت واحد الثقافه جديده كنظروا لها. فدرت كان يا مكان بان التاثير، لانه الناس كيسمعوا الاغنيه فيها المسرح، فيها التشكيل، فيها كل شيء. جات خربوشه، حكايه خربوشه من بعد، في هذاك الصراع، في هذا، فبدات الرأسات الاوليه ديال هذا. سعيد الامام كان صديقي بدايته الفنيه، كان يبحث عن خطواته الاولى في درب الغير، ولينا اصدقاء. المهم بدينا كنشتغلوا مجموعين، وهو كان صحفي في جريده، كنشتغلوا مجموعين. واحد النهار قال لي اعطيني خربوشه نخدمها. عطيته حكايه خربوشه، توفق فيها، لانه من الصعب، اغنيه صعيبه جدا. أغنية صعيبة، لأنه باش يكون عندك النجاح في كان يا مكان في واحد لو ستيل مع واحد الملحن، ويجي ملحن آخر
غادي يدير واحد نفس الستيل بواحد الطريقه اخرى ورؤيه اخرى شويه صعيبه، لان دائما التجربه الثانيه الا كانت نجحت التجربه الاولى، التجربه الثانيه كتاكل العصا مع التجربه الاولى. الا نجحت شي حاجه شي مسرحيه وعاود درتي الجزء الثاني، الجزء الثاني ما كيكونش بحال الاول، حتى في الفيلمات حتى في المسلسلات ما كيكونش الجزء الثاني بحال الاول. توفق فيها، قدمنا الاغنيه للاذاعه ترفضت. مشينا القطعة ديال مونبرناس غادي نلقاو ايضا كيوضب كلمات اللي من المجتمع المغربي، من الجذور ديال المجتمع المغربي، كيستخدم كلمات بويا، ايوا دا كلمات ابي، وكلمات خويا، ها، وايضا كيستعمل كلمات ما يما. في هذه القطعة ديال مونبرناس كيصور الشاعر محمد الباتولي حالة التوجس، حالة الخوف الدائم عند المهاجرين العرب اللي كيعيشوا في أوروبا أو أمريكا، فهما أصلا كيعانيوا من مشكل الغربة وكينضاف لهم مشكل آخر اللي هو مشكل الميز العنصري. وأبدع محمد الباتولي كثيرا في تصوير هذا الخوف ديال المهاجرين. قطار يرمينا من يا بويا قطار يرمينا من قطار، في كل محطة تذكرة على وشك وانتظار، مطار يودعنا ويستقبلنا مطار، تيه يرافقنا والخوف يطارنا. رائع جدا، وهذا سبق للأستاذ محمد الباتولي أن أول مرة كنسمعوا أو كنشوفوا قطعة اللي كتكلم على الميز العنصري. هذه تحسب له بأنه ولد الشن هذا الموضوع داخل الأغنية المغربية. قطار يا بويا يرمينا القطار، شك وانتظار، قطار يا بويا يرمينا القطار، وفي كل محطة شيرة وشك وانتظار، قطار يودعنا واستقبلنا مطار، عايشين دايما حالة فرار، قطار يا بويا يرمينا القطار. سمعت الأغنية، كانت التجربة الأولى ديالي مع سعيد، اضطرينا أننا نبداو نكتبوا الأغنية العادية اللي كيكتبوها عباد الله. درنا واحد المجموعة ديال الأعمال أنا وياه، غنى واحد المجموعة ديال المطربات وداك الشيء، وبدا التنوع معنا 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 معنا. هذه هي المرحلة ديال خربوشة. ممكن أن سعيد الإمام يحكي على المعاناة اللي عانى فيها هو، إلا أن أخيرا ذاك القيد اللي كان مدير الإذاعة الله يرحمه مسكين صدر واحد الكتاب سميته رجل سلطة بالإذاعة، وكأنه كان يشعر بأنه الأجل ديالو قريب، لأنه بعد صدور الكتاب واحد الفترة ديال شهرين أو هذا من بعده توفى، كانت آخر الأشياء ديالو هو الكتاب. فداخل الكتاب كيحكي على هذه القضية ديال المنع ديال كان يا مكان، والمنع ديال مونبرناس، والمنع ديال الخربوشة، والمنع ديال أطفال الحجارة ديال السي عبد الرفيع الجواري الله يطول عمره، وهو رجاء بالمليح. التزم وقدم لنا أغنية ملتزمة
ولكن متى كان ذلك؟ كان في زمن انقلبت فيه الأغنية من الحب ومن الهوى ومن الهجران، وفي عهد الحرب الباردة والقضية الفلسطينية، وكثرت الشعارات وظهرت كثير من الأغاني ما يسمى بالأغنية المتزمة، ولكن كانت كلها وأغلبها شعارات، كلها شعارات. هذا الرجل استطاع أن يقول أكثر الأشياء خطورة بجمالية ومن خلال صور قريبة من الناس، يقدم لنا نماذج من الناس الأحياء الذين نعرفهم أو من خلال تراثنا أو من خلال الحكاية، ويقدم لنا زينة، يقدم لنا خربوشة. كيف تطلب من المحال المحال نسمح في حب زي الأولاد؟ ولدك يا القايد، ولدك يا القايد، وراني كان بغيه، وراني كان بغيه، راني كان التسعينات غتشاء الاقدار انه غنشتغلوا انا والباتولي في واحد المؤسسه اعلاميه وحده اللي هي جروب ماروكسوار، مجموعه ماروكسوار. درنا انطلاقه اول جريده، اول عدد ديال جريده الصحراء المغربيه، يعني كانت واحد المجموعه ديال الصحفيين كنا فيه انا والسي الباتولي، من ضمن انا كنت رئيس قسم الثقافي والاخ الباتولي كان سكرتير التحرير. فاشتغلنا جميع، ولا البيرو ديالو حتى البيرو ديالي، ولينا قراب البعض، يعني يوميا تنتشوفوا عاوتاني، تنتشوفوا تنتذكروا، عندنا هم واحد. ف في بدايه التسعينات فاش جاء من عندنا، وهذا واقع من انطلاقا من هذاك المكتب ديال الجريده، تاسيس ديال أول نقابة فنية في تاريخ المغرب، اللي هي النقابة الوطنية للموسيقيين ومبدعي الأغنية المغربية. طبعا التحقوا بنا بعض الإخوان من الرباط، فيهم حميد العلوي، فيهم السي أحمد عيدون، فيهم واحد المجموعة ديال الإخوان بلا ما نبقاو نذكروا دابا الأسماء لأنهم مشاو لي الأسماء. التحقوا بنا ودرنا اليد في اليد، ودرنا هذا الجمع العام ديالنا، ودرنا انا اول نقابه في تاريخ المغرب اللي كسرنا بها داك الحصار اللي كان على الفنان المغربي. يعني كان في واحد الوقت الفنان المغربي ما كيتجرأش انه يدخل يدير نقابه ولا هذه، كان يعني من المحظورات. فهذا العمل النقابي، ولكن بقينا تنشتغلوا وتنشتغلوا باغي نديروا شي حاجه حنا ديك الساعه كشبان، باغي نصوبوا واحد النموذج لواحد الاغنيه اللي ربما تخرج على الاطار المالوف، كتخرج على هذاك الاطار. السي الباتولي كان يجتهد وكيخدم على التراث، يشتغل على التراث، فهو تيخدم على التراث من ناحيه الكلمه، وانا تنخدم على التراث من الناحيه الموسيقيه. هي فاش درنا حكايه خربوشه، حكايه خربوشه اللي يعني باش يعرفوا الناس هاد القصة، هادي حكاية خربوشة كتبت أنها تغنيها حياة الإدريسي، ولكن حكاية خربوشة النهار الأول فاش صوبناها أنا والسي الباتولي ما كنا صوبناها لحياة الإدريسي. شاءت الأقدار هذيك البنت مكتب لها الله أنها تغني هذيك الأغنية، رزقها الله سبحانه وتعالى. هذيك الأغنية صوبتها أنا نعيمة سامح الله يذكرها بخير، وتلاقيت مع نعيمة سامح، ونعيمة سامح عجباتها الأغنية وكانت كتجي كتجلس معنا في دار حياة الإدريسي، ولكن سبحان الله هذيك الأغنية كتبت لهذيك البنت من النصيب ديالها لحياة الإدريسي، وكانت هي البداية الحقيقية ديالها. غضب القايد وكفر
أنا بصفة عامة أعتز كثيرا بكل الأعمال اللي عملتها مع سي محمد الباتولي وأتشرف بذلك. سي محمد الباتولي أضاف الشيء الكثير للأغنية المغربية. محمد الباتولي موسوعة زجلية شعرية متنقلة، خلى بصمة وعطى بصمة متميزة ديالته في الأغنية المغربية. سي محمد الباتولي القلب الكبير، أغنية تستحق أن كل تقدير لها باعتبارها أنها تشكل شيئا جديدا عنا من شيء قديم. سي محمد الباتولي توظيف الحدث الإعلامي في الغناء المغربي. محمد الباتولي دون كيشوت الأغنية المغربية والعربية. هذه القصيدة كتبتها على ابني رحمة الله عليه، سميتها فردوس الجنة. كيف نعيش بلا بيك يا ياسين يا قرة العين، وانت كنت روحي والهوى اللي بيه كان حياق، وليام بلا بيك يا ياسين ما بقات عندها في حياتي لا قيمة لا معنى، انت اللي كنت ما كتقدر تفارقني ولا كنت لحظة وحدة تقدر تسخبي، رحلتي بلا ما تخبرني بلا ما تودعني، ورحيلك جاني قاسي وعلى غفلة، انت اللي كنت معول عليك تكبر وتقرا وتنجح وراسي على وترفض وتفني لما نموت، وكل جمعة تجي تزورني وعند راسي تقرا، لقيت أنا اللي دفنتك وغرستك بتي في التربة وتلقيت العزاء، لقيت ولدي تقلبات الآية في الحياة والشهادي لتقطع كتزلع الحبات في السبحة، وصبح الأب يدفن ولده والعكس هو اللي كان في ساعة الشدة، سير ولدي الآن نام قرير العين فانت الآن فردوس عصفور الجنة، أما أنا يا ابني حلفت الدمعة ما تجف من العين والضحكة رحلات يوم رحلت انت هو في الدنيا. القطار يا بويا يرمينا القطار، وفي كل محطة تبشير وشك وانتظار.